السلام عليكم عشاق شركة شاومي. واجهة شاومي MIUI 13 كشف المزيد من المميزات الجديدة القادمة ضمن التحديث. مميزات واجهة شاومي MIUI 13 الجديدة، كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء أطلب منكم من فضلكم دعم القناة بقوة، لأني بحاجة للدعم، بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. تستعد شركة شاومي لإطلاق واجهتها الجديدة MIUI 13 في ديسمبر القادم إلى جانب السلسلة الرائدة شاومي 12. ومع اقتراب موعد الإطلاق كشف تقرير جديد بعض الميزات الجديدة لهذه الواجهة. تتضمن صندوق أدوات ذكيا جديدا، ويدمج الفيديو والألعاب والملاحظات والوظائف الأخرى. مميزات جديدة في واجهة شاومي MIUI 13. هناك أيضا بعض التغيرات على قابلية تشغيل تطبيق الكاميرا. يمكن للمستخدمين الآن الاحتفاظ بآخر عدسة مستخدمة بعد تشغيل الكاميرا وتشغيلها مرة أخرى. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين منع العدسة الافتراضية من الظهور دائما بعد النقر فوق أيقونة الكاميرا. وتضيف سمة واجهة MIUI الجديدة شخصية افتراضية لشاومي. يضيف النظام أيضا أداة تتبع ومؤشرا جديدا لدرجة حرارة البطارية، بالإضافة إلى جدول زمني لأشرطة التمرير للألبوم وما إلى ذلك. وسيسمح النظام الجديد للمستخدمين أيضا بالنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات تلقائيا عند التبديل بين الإصدار التجريبي من الـ MIUI والنسخة المستقرة وفقا للتقارير السابقة، بالإضافة إلى التحديثات المنتظمة في تصميم واجهة المستخدم والأداء. سيتم ترقية واجهة MIUI 13 أيضا إلى ميزة التوصيل البيني عبر الشاشات. في الوقت الحالي أطلقت MIUI و MIUI Plus، والتي تحقق اتصالا سلسا بين أنظمة أندرويد وويندوز. حيث يمكن للمستخدمين الضغط مع الاستمرار على نص لنسخه من هاتف محمول ولصقه مباشرة على الكمبيوتر. في الـ MIUI 13 سيكون الاتصال عبر الشاشات بين الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أقرب وأكثر قوة تماما مثل هواتف السامسونج. تعمل شاومي حاليا على تطوير الواجهة الجديدة MIUI 13 لتصبح جاهزة للإطلاق بدون أي مشكلات أو أخطاء. يذكر أن واجهة MIUI 12 واجهت بعض المشكلات، وكان على الشركة التعامل مع الكثير من الأخطاء، لذا أطلقت الشركة إصدار نسخة محسنة من MIUI 12.5 والتي تتعامل مع معظم الأخطاء. وعلى الرغم من مشكلات الـ MIUI إلا أنها تظل واحدة من أفضل واجهات الأندرويد من الشركات المصنعة الصينية، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة شاومي لي جان. تبذل MIUI قصارى جهدها للتحسين، وستعمل بالتأكيد بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المدير العام لعلامة ريدمي التجارية لو ويبن أن أداء بطارية الريدمي نوت 11 برو الممتاز يرجع إلى جهود الـ MIUI، ووفقا له فإن بطارية الريدمي نوت 11 برو تجعل المزيد من المستخدمين يتطلعون إلى واجهات MIUI، مما يشير إلى أن الـ MIUI 13 ستأتي مع الكثير من التغيرات. وعلى ذلك، ذكر المسرب دي سي اس عبر موقع ويبو الشهير أن MIUI 13 تأتي مع الكثير من التغيرات مع تجربة مستخدم جديدة، وستعتمد الواجهة الجديدة على
نظام اندرويد 11 بالإضافة إلى اندرويد 12. هل واجهت أي مشكلة في واجهات MIUI 12؟ شاركنا آراءك ضمن التعليقات، ولا تنسى دعم القناة بقوة من فضلك لكي نستمر في طرح المزيد من الفيديوهات. أحبكم في الله، مع السلامة.